نروح كمان لمجدي قفشه لان كان ليه كذا تصريح اعتقد مهم جدا، وهو تحدث في كذا نقطه، يعني منها مثلا على سبيل المثال يا كريم قال لك احنا حاسين ان احنا في مصر، يعني فكره ان الفريق بيتحدث ان هو حاسس ان هو في مصر دي حاجه ترجع للنقطه اللي انا كنت بتكلم فيها، فكره الروح الايجابيه والمعنويه المرتفعه جدا، وانت داخل بجد نفسيتك يعني زي ما بتقال كده عاليه، لان الجاهزيه الفنيه حاجه مهمه لكن الجاهزيه كمان النفسيه بتبقى عامل كبير جدا وله تاثير كبير جدا، ربما يؤثر بالسلب او بالايجاب كمان على الفنيات، فدي نقطه كويسه جدا. قال لك كمان احنا 11 لاعب قدام 11 لاعب، مهما كان مين المنافس بتاعنا احنا بنلعب بهذا المنطق، وقال لك طبعا احنا عارفين ان احنا في منافسه شديده جدا، لكن شخصيه لعيبه النادي الاهلي بتظهر في البطولات الكبيره والماتشات الكبيره. خلينا نتابع. بالنسبه كيف كان الاستعدادات لهذه المباراه؟ حبيبي يعني زي ما قلت قبل كده، نادي ريال مدريد فريق كبير جدا وتاريخ كبير واحنا بنحترمه جدا، لكن احنا نادي الاهلي ودي مش اول مره ان احنا نوصل سيمي فاينال في كاس العالم، دي ثالث مره على التوالي، واحنا جايين عشان حاجه كبيره ان شاء الله. كل احترام لريال مدريد واللعيبه، طبعا لعيبه كبيره على اعلى مستوى واحسن لعيبه في العالم، لكن في الملعب ما فيش الكلام ده. في الملعب في 11 لعيب قصاد 11 لعيب، هو ده اللي بيفرق بقى شخصيه اللعيب في الملعب. فاحنا ان شاء الله نادي الاهلي جايين نلعب، وكل اللعيبه جايه تلعب بكره عشان مكسب، عشان احنا نفسنا نلعب نهائي ان شاء الله ونحقق بطوله كويسه، فان شاء الله ربنا يكرمنا بكره ونحقق نتيجه ايجابيه ان شاء الله. اكيد تابعنا في مباريات الاهلي الاولى والثانيه، كان دعم جماهيري مغربي كبير لفريق الاهلي، رسالتك ربما للجماهير المغربيه اللي هتكون حاضره يوم غد؟ لا يعني دايما احنا في المغرب، دايما لعبنا كتير في المغرب، دايما هي بلدنا الثانيه، احنا ما بنحسش دايما بالغربه او بنحس ان احنا في بلد بعيد عننا، المغرب بلدنا جميله طبعا، وكل الناس في ظهرنا دايما وعلى طول بيبقوا معانا، حتى في الفنادق وكده دايما بيبقوا معانا، فاحنا من ساعه ما جينا المغرب واحنا حاسين ان احنا في مصر بصراحه، كل احترام ليهم وبنشكرهم ودايما هم في ظهرنا بصراحه.